لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه واحدة. الثاني أن يقرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله ارتفعت عنه الهموم والغموم.